حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم الذي ننقل فيه آراءكم. حلقة اليوم ستتكلم عن عجز العراق وعجز الحكومة العراقية وتحديدا الموازنة التي تعد الأسوأ في تاريخه. تابعونا بعد الفاصل. كل واحد رفع حاوي انطوا يومية 40,000 امتياز بالإضافة. 40,000 بالشهر يوميا تساوي 1,200,000 بالسنة. هاي للواحد، هاي دير بالك، بالسنة تساوي 144,000,000 للواحد. إذا عائلت 10 نفرات الأخ يأخذ 1,440,000,000 باسم قانون رفحه. اعطاهم حق الاقتراض من الاسكان، بنك الاسكان وبنك العقاري 50,000,000 و50,000,000. اما الزراعي فما حد يدعله، فالجماعه سووا راحوا على الزراعي. زين، حتى يعني حتى احنا العراقيين هم علمونا اهلنا، قال حتى ما تريد تاكل بين عينيك خلي الله بين عيونك. شنو انت؟ أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. العراق اليوم يقر موازنته، موازنة عام 2019. هاي الموازنة من المفترض أنه أي موازنة لأي دولة في العالم أنه تحتوي على كثير من الأبواب، وأن تكون هاي الموازنة هي الأساس اللي تشتغل عليه الدولة، بحيث تصرف رواتب الموظفين من عندها، تدعم الاستثمار من عندها، تساعد الناس بقروض من عدها، تبني من عدها. فما بالك إذا كانت المدن اللي عدها مدمرة؟ يعني هي بشكل عام يجب أن تكون الموازنة بها باب مخصص للإعمار. عندك مدرسة آيلة للسقوط، عندك عمارة آيلة للسقوط، عندك مدينة، عندك تخطيط، عندك مدينة جديدة، شوارع جديدة، بلدية جديدة، تستحدث أشياء جديدة. يجب أن تكون الموازنة تحتوي على هذه النقاط. فما بالك إذا كان ثلث البلد مدمر، ولو هو البلد 100% مدمر حاليا، لأنه إذا كانت المحافظات الغربية والشمالية الغربية مدمرة، فعندك محافظات الجنوب بناها التحتية مدمرة، وأيضا عاصمة بغداد، والدليل تمطر الدنيا تغرق الناس، والدليل أنه بوار المياه الإسالة مليانة حشرات وقديمة، وتانكيات الماء قديمة، وكثير من الأمور. فالعراق يحتاج إلى موازنة قبل ما تكون تشغيلية، يجب أن تكون موازنة مستقبلية. اليوم العراق قر موازنة، الموازنة 112 مليار دولار، مبلغ هائل. 112 مليار دولار، يعني من المفترض إذا اشتغل العراق صح أنه تكون هاي الموازنة تبني للبلد. طبعا عندنا عجز 19,200,000,000 دولار، لأنهم ما يعرفون منين يجيبوها. أكو قبلها 1,000,000,000 دولار انباقت، هاي 1,000,000,000 دولار لحد ما وصل لعبادي. من وصل لعبادي ايش قد انباق الله أعلم، عبرة الألف. أنا سؤالي مجلس النواب لما قعد وصوت على هاي الموازنة وشاف الموازنة ما مكفية شيء، موازنة بس رواتب وفقط، ما قال العادل عبد المهدي ولا أي واحد بالدولة ولا وزير المالية تعال يابا هاي الموازنة اعطيتني إياها، شلون راح نعمر، شلون راح نبني البلد، شلون راح نوقف على رجليه، النازحين شلون نرجعهم، البيوت اللي انفلشة شلون نكملها، المي شلون نوصله، المجاري تنسد بالمطر شلون نعمرها. مسألة هذا السؤال، ماكو لجنة بالبرلمان قدمت وقالت يابا هاي الموازنة ما تكفي؟ يعني من يطلع لنا نائب اللي هو فالح الساري عضو اللجنة المالية البرلمانية ويقول ان موازنة عام 2019 هي الأسوأ في تاريخ العراق، زين أستاذ فالح انت وجماعتك ايش سويتوا حتى تطلع لنا صرح انه هيش تصريح؟ من طلع وقال انه الموازنة ما بها لا باب للاستثمار ولا رعاية للقطاع العام، وانه خزينة الدولة اصبحت لا تسد النفقات فيها واعباء تضر الدولة، يعني الميزانية تضر الدولة وما بها استثمار وما بها دعم وما بها كل شيء. انت الزراعة عندك واقفة، الصناعة عندك واقفة، التجارة عندك واقفة،
الثروة الحيوانية عندك ده تنضرب يوم عن يوم. زي أنت فكر شلون تنمي ذني، تزيد دخلك، تصعد عندك الميزانية، تبني البلد. أنا أفكر شلون أوفر مي حلو للناس وللفلاحين، وأوفر لهم شلون يتوصل لهم البذور، وأوفر لهم الغزو الملح اللي دا يصعد من الجنوب إلى الشمال، شلون أوقفه وأحد من عنده. ساعتها راح تنشط الزراعة. الصناعة عندك معامل كثيرة كانت تشتغل، معامل التمور، معامل الجلود، معامل الصناعات الثقيلة، معامل الصناعات الخفيفة، عندك الحديد والصلب والسبائك وكومة مصانع عندك كلها واقفة. ألزم المصانع العراقية أشغلها، ولو أوفر من الميزانية 10%، لو سنويا أنت تعيد تدوير 10% من المصانع، تحد من البطالة، تزيد الدخل العام، تزيد المنتوج الوطني، تزيد هواية أشياء. ساعتها أخذ الفلوس اللي تجيك من الدخل مع المصانع وروح ابني، ابني مدارس وابني بيوت وابني شوارع وابني مباني بلدية وابني مكتبات وابني جامعات وابني اللي تريد تبنيه. بس أنت واقف بمكانك ومعتمد على النفط بس، ما تسوي لك شيء نهائيا. يعني هسه يقول ايرادات الموازنه على اساس سعر بيع البرميل الواحد من النفط 56 دولار 88 مليار دولار. 88 زيد لها 19 و200 مليون دولار راح توصل الميزانيه مالتك. انت معتمد بس على النفط. عندنا اتصال، واول اتصال ويانا اليوم ابو بلال من بغداد، حياك الله. الله محييك استاذ، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تحية لجنابك الكريم ولكل الأخوة العاملين في قناة الرافدين منبر المظلومين، حياك وبياك. أستاذ أفل، حقيقة الموضوع اللي طرحته موضوع جوهري، نعم، وموضوع يعني مس مستقبل هالبلد هذا، نعم. فهؤلاء أصابوا البلد في مقتل حينما سرقوا هذه الأموال الهائلة التي جاءت إلى العراق من 2003 إلى حد الآن، نعم. ومما يضحكني أحيانا حينما أسمع أنه عن مؤتمرات تعقد هنا وهناك من أجل يعني التبرع للعراق ومن اجل اعاده اعمار وصندوق اعاده اعمار بالكويت وغير الكويت، نعم. يعني طيب هاي المليارات والنفط يوميا 4 ملايين او 5 ملايين برميل على سعر البرميل 80 دولار، وين بتروح؟ يعني السنه ميزانيه 110 مليارات، يعني الله يخليك هذه ميزانيه ايضا انفجاريه بحال حال بقيه الميزانيات التي سبقت، زين؟ نعم. ما الذي بين بالشعب العراقي؟ حتى اي واحد هسه يقول لي هذا الشارع العراقي تبلط، حتى اي واحد يقول لي هذا مستشفى بنت، اتحدى اي واحد يقول لي بعد مدارس الطين ما موجوده بالعراق، اتحدى اي واحد يقول لي مريض راح مستشفى اليرموك او مدينه الطب او غيرها يلقى الدول اللي يريده، اتحدى اي مريض امراض مزمنه الدوله متحمله علاجها، وخصوصا الله يعافيهم ان شاء الله يشافيهم مرضى السرطان. يا استاذ خلينا رحمه على ابوك، هذه زمره مجرمه، هذه زمره يعني حفنه عصابات مافيا جاءت فيها امريكا من اصقاع الارض وسلطتها على رقاب الشعب العراقي. لكن ماذا نقول؟ يعني حسبنا الله ونعم الوكيل على كل معمم يتكلم بالدين ويدعي حبه لآل البيت ثم يساند هؤلاء المجرمين القتلة. والله العظيم هؤلاء حالهم إلا كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هؤلاء والله قد حلل لهم سرقة العراق وقتل أبناء العراق وشباب العراق. هؤلاء الذين حتى أعطوا فتاوى بهدم المساجد أستاذ، هؤلاء المعممين المجرمين أعطوا فتاوى بهدم المساجد وإحراق المصاحف وقتل من فيها، ثم بعد ذلك يبيحون دماء المسلمين ويحبون أموالهم. زين، فنقول لهم والله العظيم لا نخاطبكم كما نخاطب أي إنسان عاقل، وإنما نخاطبكم كما نخاطب أي مجرم. نقول لهم حسبنا الله عليكم ولعنة الله عليكم وعلى مذهبكم أيها الكفرة، وجزاك الله ألف خير. حياك الله أبو بلال. أم بغداد، عفوا أم أزهار من العاصمة العراقية بغداد، أهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هاي القناة العظيمة وعامليها. حياك بالنسبة الله. إلى العراق العظيم سابقا والعراق المنحط حاليا، العراق سابقا
كان 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 يتولى انسان يعرف شلون يدير العراق وشلون شلون تاج العالم كله. اما من اجوا هذول من 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 هجمه ايران امريكا على 2003 الى العراق وحطمته اول هي اول امريكا حطمت كل البنايات والمستجدات به وضاقت ما ضاقت من ذهب، ثم سلمته الى ايران اللي حاقد الحقد الدفين الى العراقيين. والايرانيين ما زالوا من 2003 العملاء اللي اجوا يعني من ولايه الى ولايه، من المالكي الى العامري الى كل الجعفري الى كل هذول اللي حكموا، كلهم عملاء كانوا في الخارج وكانوا في تابعين الى ايران. حطموا هذا البلد وباقوا هذا البلد، وهم ما يردون يغنون هذا البلد، هم يردون هم املهم انه تحطم هذا البلد ويجوعونه. وهم باقوا ملايين ودم ويطلعوه كله الى الخارج. بالنسبه الى هم يردون يعني شوي عندهم ضمير، شوي عندهم احساس. هالاطفال المالين الشوارع يقدون هذول، شنو مصير هالاطفال اللي قاعدين؟ ثم احنا بلد غني، مليارات عندنا، وبالنفط غير النفط عندنا، وهم كلهم استغلال هذا البلد، مستغلين النفط بالحشد مالتهم، ومستغلين دوائر الدولة كلها، يعني كلها حتى دوائر الدولة تبوك، حتى قيادات يعني البلد كلها تبوك، من كبير إلى صغير. ومن العمايم هم أساس هذا البلاء، مثل ما قلت سابقا اللي قدامي، هم اهل العمايم، هم انطوا الحريه الكامله للبوق والنهب والسلب. لما يطلعون يقولون حرام، ما يعرفون الحرام، هم يعرفون الحرام، كانوا يطلعون ينادون بالحرام، ينطون فتوى، ينطون فشيء هالعملاء اللي اجوا مسلطوهم علينا. لكن حسبي الله ونعم الوكيل، ان شاء الله يا رب العالمين كل هذا الاموال اللي اخذوها جردان بيهم وبأولادهم وأولاد أولادهم، وينتقل هو رب العالمين، يمهل ولا يمهل حسن لله. ولكن إلهم ما رح يبقون هالشكل يبوقون وهالشكل يتمتعون بخيرات هذا البلد. إن شاء الله يجي يوم اللي يروحون يتكسفون من هذا البلد وننتصر عليهم. وإن شاء الله إحنا طول ما إرادتنا قوية برب العالمين، إن شاء الله إحنا نكون أقوى من هذول الجبناء الموجودين هنا والعملاء إلى أمريكا وإسرائيل وإيران. وأنا أشكرك. شكرا لك أم أزهار. يعني المشكلة أنه العراق هسه يعتمد على النفط فقط لبناء ميزانيته. طبعا أنا مدى أنتقص من الواردات اللي تيجي من النفط، والواردات اللي جاية للعراق حاليا 88 مليار دولار، مبلغ هائل لو عرفوا يستخدموه صح. يعني أنا دا أقول من البداية عندنا ثروة سمكية، عندنا ثروة حيوانية، عندنا الأهوار، عندنا أيضا الزراعة، زراعة الشلب، زراعة الحنطة، زراعة المحاصيل الحمضية، زراعة كثير من الأمور. عندك قضايا كثيرة بالعراق لو يعرفون يستغلوها لبنوا البلد صح. الإمارات العربية المتحدة شنو فرقها عن العراق؟ العراق أغنى منها. يعني الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد آل نهيان الله يرحمه إجا للعراق عام 1974، قال أتمنى أن أجعل دبي كبغداد. بال74 اعتمد على النفط وما عنده، لا عنده الزراعة اليمنى، لا عنده المواد المعدنية، يعني المعادن الموجودة بالعراق والثروات المعدنية اللي موجودة بالعراق، لا عنده أنهر، لا عنده كثير من الأمور بالإمارات صارت نتيجة استغلالهم الصح لوارداتهم النفطية. بنى، شاف المدينة مدى تكفي قام يبني جزر، شاف الجزر مدى تكفي قام يبني كثير من القضايا، قام يبني ناطحات سحاب، قام يستخدم ناطحات السحاب والجزر اللي بناها بالسياحة، قام يستورد فلوس عن طريق السياحة، بنى دولة الإمارات اللي يجينا تالي متالي عبعوب ويقول عليها زرق ورق. أبو حسن من بغداد حياك الله.
اخوي هفر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الله يبارك فيك ويحفظك اخوي هفر. يعني انت تقارن رجال الشرف والدين والكرامه بدوله الامارات، امارات مسلمه، الامارات الملك رجل مالتها، القائد مالتها رجل محترم يعرف الله، يعرف الاسلام، يعرف القران. يعني هم جوي خراب للبلد، دمار للبلد. يعني قبل يومين مدي، يعني ثلاث ايام طلع برنامج اسمه بصراحه. نعم. يعني واحد من مسوي له لقاء قال يا انتوا بالحرب طبيتوا لسوريا، طبيتوا للعراق، طبيتوا لليمن، كلها كالبت عليهم مثل الوحوش. يعني ما يعني يضحك عليهم هو، يعني عرف هذول ما يعرفون يعني يصرفون، حتى بالكلام ما عندهم معنى بالكلام. فهذول هم جو خراب. الزراعه، الصحه، انت تجي تروح للصحه والله العظيم يعني قلبك ينمرض. هم هذول قتله للشعب العراقي، مدمرين. يعني هذول ولائهم، يعني هسه لما واحد يجي يقول لا بايران سويتوا بالعرب وبالعراق، يدافعون عن الكافر ويعوفون المسلم. فهذول كفره اخوي افل. يعني هذول يعني تدمير للشعب. يعني قارن شو طب المستشفيات، يعني حتى البزازين بالمستشفيات. يعني طبت المدينه تطب بزازين يا مسلم، امراض امراض. فهم جوا، هم جوا وباء للعراق، تدمير البنيه التحتيه، تدمير البشر. يعني هسه اذا عندهم هم كرامه ويدعون بين او اسلام، اي نازحين بالخيم يعني بالبلد هذا. يعني حتى اليهودي ما يقبل، مو يهودي، مو عادي محمد ما يقبل. بس هذول يعني كرامه لا دين لا شرف لا اسلام لا اي شيء. يحجون على السعوديه، السعوديه تشرفهم وتشرف عشائرهم. السعوديه على الاقل تساعد الناس، تعطيهم اكل، ترحم بحالهم. هذول حتى الرحمه ما يعرفوها، هذول مجرمين. يعني ما تقول يعني الله اكبر يا الله. يعني الناس يعني الله عقل مدمر. هاي البيوت مع الموصل كلها مفلشه، فكروا بلحظه واحده يفكرون بينهم وبين يقولوا شلون ليلهم شلون يقضوه، بردانين، عطشانين، جوعانين. فهذول دمار للبلد، هذول مستحيل يكونون بشر. نعم. جات مالتهم طبت وما لا كرامه ولا 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 هم ولا ولا هم اسلام. يدعون بين الدوله الاسلاميه الايرانيه، لا والله اسرائيليه قدره ومقيته. وكل واحد يقول اسرائيل او امريكا تضرب ايران يقول لك كذب. هم متفقين على الاسلام. هم الثلاثي الخبيث مدعي، يعني يعني الدور الاسلامي يدمر. وفكروا بينكم وبينكم عشان كلامي غلط قولوا. هذول كلهم بيأذون الاسلام. نعم. و الله ان شاء الله المنتخب الجبار، ان شاء الله العراقيين تصحوا يا عراقيين، اصحوا ترى الظلم جايكم. اذا ما تدافعون عن دينكم خساره. شوفوا نبينا محمد شلون سوى امه، هذا النبي العظيم شلون سوى تعب وشقشاف هم وشقشاف ظلم وشقشاف قهر، وسوانا سوانا امه قراننا هذا العظيم اللي نور كلها. يجي تخذ له والله كبر صدله، والله والله نبينا محمد ما يستاهلش، والله والله كريم. ان شاء الله 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 يرحم أمة محمد. اللهم امين. شكرا شكرا لك ابو حسن. من محافظة ديالى ابو ياسين، حياك الله. حياك الله في الغالي، يسلمك ربي. تحياتي لاختي الوطنية الماجدة الحرة ومزهار، واقول لها يا اختي العزيزة العراق هو العراق، يبقى العراق شامخ ان شاء الله، العراق بعد الله والرسول. ولكن هذه تزال، هذه الشوارع تزال ان شاء الله، تجي حكومات وتروح حكومات تبقى العراق. اما موضوع الموازنه يا اخي افل، هي تقار على مساوئها وعلى طائفيتها وعلى ضعفها، لانه الفرق الميزانيه موضوع واضح، هو انه الفرق الميليشيات اشخاص محدوده تقر الموازنه، ترضى او ما نرضى. لانه هزلت اليوم شفنا الطائفيه، لو اكو جديه واكو وطنيه واكو ميزانيه حقيقيه، لا كان طلعوا النفقات بالبدايه للاعمار المحافظات المدمره وبعدين وزع حسب التعداد السكاني. اليوم الناس مهجره ما مشموله بالميزانيه، التعويضات الدور تهجمت ما مشموله، ابنيه الدوله اللي دمرت ما مشموله، المساجد وكذا ما مشموله. اليوم هذا وضع الحال، هذا يبقى يا ما طول هذه تقودها ايران، هاي الميليشيات اللي جايه تقود العراق كلها بيدها، ميزانيه وغير ميزانيه. وافل اكو ترى، اكو لو الشعب يصحى ويحس على نفسه، اكو ميزانيه مسروق عينك عينك، ما حد يتحدث بها لا سياسه ولا شعب، هي ميزانيه ال بيت الرسول عليهم الصلاه والسلام على نبينا وال بيت الاطهار،
ميزانية طالع أجل من نفط وينها؟ أحد يحاسب عليها بالوين تروح؟ كان نظام قبل وطن يأخذها يسحبها وزارة الأوقاف وتسوي بها إعمار وتسوي هم ترى ما بدأوا بالرعاية الاجتماعية من ذاك النظام من طول العوائل المتحفزة. هسه اليوم الميزانية مالها بيت الردود كلها تروح لإيران وغير إيران. هسه هذا النفط عفوا زين بعدين دمرت الصناعة دمرت الزراعة لشغلة هذا شغل الزراعة والصناعة والشعب ولا هذول هم جو يا عفا جو تدمير الشعب العراقي ومو بس العراقيين. وانا اخوي اعتب على اخوي ابو حسن هو حط على راسي بس استقبل الله العظيم السعوديه مو احسن من ايران يعني سبب دمار اهل السنه هم السعوديه هم السعوديه اللي دعم هاي الحكومه وما يدعي هاي الحكومه وما وموافقه هاي الحكومه وهاي حكومه طائفيه حكومه احتلال فكيف تعوفون شعب مضطهد مظلوم وتنصون ناس قتله مجرمين؟ يبقى هذا العراق ما طول انه ناس دائما ما تزوج تايت روح عمال العراق بعد واضح العراق اليوم يومي 4 مليون برميل نفط يتصدر وين فلوسه؟ لو يطلعوا من كل برميل دولار الشعب عاش احسن حياه. بعدين هذا بالنسبه للحصه التموينيه كنا نستلم 8 أو 9 مواد ومستمره اليوم 4 مواد متقطعه وكل شهرين مره يعني قصوها بالسنه 6 أشهر وكل ما تروح تجيب لك حاجه تروح تدفع للوكيل مره ثانيه. يا بس احنا ما مستلمين بس هو هذا حالنا يا ترى لا عادل عبد المهدي ولا غيره ولا هذا عشان سامع هذا الزعمة الجربوع اللي اخذته امريكا عقده حقوقه ترى هم جندوه طلعوه على قتل اهل السنه قال الناس تصحى وهذا يحسب على دولة ولو ما علم حسب تاكل لان دولة انزال دوله اللي راحوا اتعابدوا مع ايران مع 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 حزب الله والعقائد اللي هم يمثلهم هذا العامري وغير هذا العامري هذول الشراذم. وان شاء الله يا عبد يبقى العراق حر ابي وان شاء الله النصر قادم والله العظيم تاملوا ان شاء الله الفرج جاي وهذول كله تروح وين يروح يضمون نفسهم بايران وين يروح يضمون نفسهم وان شاء الله يبقى العراق شامك. وانا اشكرك يا داخل شكرا شكرا لك ابو ياسين. فاصل قصير ونرجع لكم ان شاء الله مشاهدينا. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. يعني ذكر ابو ياسين نقطه يقول احنا نصدر تقريبا 4 مليون برميل هي التصدير 3,880,000 برميل يومي. قال لو كل واحد نطلع من عنده دولار نخصصه للشعب يعني 3,880,000 نطلع من عندها دولار نقسمها على 38 مليون اللي يبقى المفروض 1,217 دولار إلى كل مواطن عراقي. يعني يصير كل واحد بالشعب العراقي طفل كبير صغير كبير امرأة رجل شاب شاب طفل طفلة إلى هذا الراتب. لكن التفكير الصح وين؟ هو أنت ما يفكر شلون يقوم بالبلد يعني بإدارته بشكل صحيحة، مدى يفكر شلون يقوم الصناعة يقوم الزراعة يقوم التجارة يقوم كل شيء حتى يفكر شلون يعطيك من حقك. أبو ناصر من تركيا حياك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك أستاذي الفاضل والقناة الرافدين. حياك الله وبياك. يعني شيء عجيب أستاذ أفل، بلد موازنته السنوية 112 مليار دولار وماكو أي خدمات. نعم. الناس تطلع عن العمل وماكو لا بناء مستشفى ولا تشييد جسور ولا تعليم بخير ولا تبليغ شوارع. طيب وين تروح هاي ال 112 مليار دولار؟ طبعا هاي ال 112 مليار دولار استاذ أفل طلع من عندها بحدود 29 مليار دولار للرفحاويين. يعني مجموعه مجرمه قتلت ناس ابرياء ودمرت مؤسسات الدوله وهربوا للخارج يخصصوا لهم هذا المبلغ الضخم. يعني بس هذا المبلغ اللي مخصصيه للرفحاويين يعادل موازنة سوريا ولبنان والأردن. هذا الأردن يعني دولة كاملة حسب ما سمعنا موازنتها السنوية بين 8 إلى 9 مليار دولار. صحيح. وهذولا يستلمون 29 مليار دولار معقولة؟ يعني الغريب والعجيب
يروحون يشحذون من الدول حتى يعمرون المحافظات المدمرة. والأضبط منها من تتبرع الدول بمبالغ لإعادة هاي المدن المدمرة يستلمون المبالغ ويتقاسموها بيناتهم. نعم. وين الرعاية الصحية؟ يعني مريض يراجع مستشفى ومن يكتبوا له علاج ما يلقاه بصيدلية المستشفى، يعني حتى الكانولة يشتريها من الصيدليات الخارجية، حتى الخيط اللي يخيطون به الجرح هم يشتريه من الصيدليات الخارجية. من 2003 إلى هسه يسرقون وينهبون، ولحد هسه ما مكتفين. الناس عايشة بالعشوائيات وجوة جسور، وهم يعيشون بقصور وفلل، والبطالة وصلت تقريبا إلى 40%، وأولادهم مستلمين مناصب حساسة بالدولة. يعني رئيس جمهورية راتبه 50 مليون وعشرين مليون مخصصات، يعني 70 مليون دينار وهو لا شغل ولا عمل. يعني لا تنسى الحمايات، ولا تنسى الوفود، ولا تنسى النثرية، عنده بعد بلاوي. أستاذ أسل، هاي بس هو هذا اللي دا أقصد لك إياه، بس هو عدا الحمايات وعدا غيرها وعدا غيرها، هاي بس هو، يعني أنا أقول لك بس هذا الشخص. يعني هملوا كل شيء بالعراق، لا زراعة ولا صناعة، واعتمدوا بس على النفط لأن وارداته بدون أي تعب وما بيها صرفيات ولا مشاكل. كل واحد يأخذ حصته ويحولها للخارج ومرتاح وبلا وجع رأس. أتحدى واحد من المسؤولين والسياسيين والبرلمانيين ومعممي السلطة يطلع ويقول شنو قدم من خدمة للعراق والشعب العراق. يعني أستاذ أسل، كل الشعب يعرف معممين ويعتبرون نفسهم رجال دين، ويرعون ملاهي ويسمحون بدخول مخدرات حتى تفتك الشباب العراق، وكل هذا اللي دا يصير والشعب ساكت، وطبعا ينتظر فتوى من المرجعية. المرجعية اللي وقفت بجانب المحتل وسمحت باحتلال البلد بدون أي مقاومة منهم، معقولة تريد مصلحة العراق أستاذ أفل؟ أقول يبقى العراق مع الأسف، مع الأسف، مع الأسف الشديد، يبقى العراق من سيء إلى أسوأ ما دام هاي الضغمة جاثمة على صدور العراقيين، وما دام الشعب ساكت من كل اللي دا يقومون به. الشعب اللي يريد يعيش بعز ما يبقى ساكت عليهم المفروض، ويطلع ضد هاي الطغمة المجرمة وينهي كل تواجد إلها بالعراق. تحياتي لحضرتك. شكرا، شكرا لك. من العاصمة بغداد عبد الله، حياك الله يا عبد الله. أم عبد الله. أم عبد الله، عفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك وإلى كل الشعب العراقي وإلى قناتكم. حياك الله يا رب. أستاذ، اللي دي يطرحوه المواطنين هسه كله هو عبارة عن تدمير الشعب العراقي وتدمير المجتمع العراقي. فإحنا لازم نفكر تفكير كلش عميق، لأن أكو مفكرين وأكو مثقفين في العراق. يعني ليش إحنا ساكتين على هذا الوضع؟ يعني صحيح إن علمائنا أكثر، خاصة الطاقة النووية، قتلوا حوالي 300 عالم من أكبر علماء العراق، شردوا الباقين، قواتنا دمرت. يعني إحنا هسه تبين إحنا تحت سيطرة بروتوكول صهيوني أمريكي ضد العراق أو ضد الأمة العربية والإسلامية، أكثر شيء العراق. يعني نشوف إنه هذا الحال اللي إحنا نشوفه، نشوف وضع العراق الضعيف، الشيوخ أعمارهم قليلة، الأطفال دي ولدون هم معوقين وأكثرهم موتى. يعني ما نشوف إنه إحنا محاطين، خاصة من بعد الحرب اللي صار في التسعينات إلى الآن إحنا محاطين بكثير من السموم والكيماويات اللي وضعتها أمريكا والدول الأجنبية ضد العراق. هسه إحنا وين ما تلتفت هو عندنا سموم. لا. سموم في الأرض، سموم بالإنتاج الزراعي، معامل ما الحالة الصحية، أكثرية العراقيين هم مرضى. فإحنا هسه شو نشوف؟ نشوف إنه منشوف أمريكي بالعراق بيمشي بالشارع نقول إيه راح نخلص من هذا الوضع، مع العلم ترى أمريكا وإسرائيل هي اللي قتلتنا بمساعدة إيران، هي قتلت الشعب العراقي، هي دهورت الشعب العراقي، هي قضت على أكبر قوة عسكرية في العراق وشردت القوات وقتلت رئيسهم وقتلت قوات كثيرين وقسم سب السجون، مع العلم انه بعدين استخدموا استاذ عندهم الاجانب، عندهم شغلة مهمة هو ترويج الاعلام، الاعلام الامريكي والاعلام الاجنبي خلى العراقيين انه يتصورون انهم راح يجيبوا لهم
أدوية محسنة تقضي على الأمراض، لكن مع العلم إنه هاي الأدوية اللي تجينا كلها هي كلها عبارة عن سموم تقضي على الشعب العراقي. فإحنا التعليم انهد كله، ماكو تعليم. هسه عندنا أمية نسبتها أصغر من 80%. زين إذا ماكو تعليم معناها دهور المجتمع العراقي بأكمله، وبعدين دمروا المجتمع وخاصة النساء والبنات والشابات. الشباب أصبحوا همهم كله همهم مال، وهمهم الرجال المال والاستحواذ على أملاك الشعب العراقي. لهذا جعلت الـ يعني نوع من الحقد والكراهية والنزاعات بين أبناء الشعب العراقي، وهذا ما تريده أمريكا وتريده إسرائيل. ليش إيران إيش قد حاربت ضد العراق وتصدقهم ما عانوا الشعب الإيراني إلى هذه المعاناة؟ ليش؟ لأنه إحنا الأجنبي خلى كل عينه على العراقيين حتى يقضي على القوة العراقية اللي موجودة في العراق، يقضي ويسلب ثرواته ويسلب أموره. لهذا ترى الحكام اللي موجودين في العراق هم عبارة عن هشاشة، لا يعرفون يتصرفون ولا يعرفون يقومون بعملية يعني بناء المجتمع من جديد. كلهم نشوف الثروة الحيوانية مالتنا راحت، الأسماك تدمرت، المياه ترى مسمومة، كلها ترى إحنا هي عبارة عن قتلة، إحنا تحت سيطرة قتلة أجنبية وإيرانية وصهيونية. وبعدين أكو شيء نقطة مهمة، إنه خلوا صلة المواطن بالله سبحانه وتعالى ضعيفة. ليش؟ لأنه إذا ما يقضون على هاي النقطة فما رح يصلحون في القضاء على المجتمع العراقي. فإحنا لازم نرجع إلى الله، ولازم أدنى الناس المسؤولين اللي يخافون الله يقومون بعملية إنقاذ الشعب العراقي من هذا الوضع اللي إحنا بنعيشه. إذا ما نتحد ترى ما أكو، لا تتصورون أكو تغيير بالعراق أبد، والعراق راح يروح وانتهى العراق. وإذا صارت مطلعات هسه بالشهر الثاني والشهر الثالث ترى أقرأ السلام على العراقيين، لأنه أمراض وتشرد ويعني كل شيء اللي هدم المجتمع راح يزيد بالعراق إذا ما نوقف إحنا كأيد واحدة ونقضي على هذا الاحتلال الأمريكي والإيراني والصهيوني، فما تكون نتيجة. تحيات الحضر. شكرا شكرا لك ام عبد الله. يعني اكو قضيه ذكرتها هسه من اثناء سياق الاتصالات. المانيا طبعا لا مقارنه ما بين الحكومه الالمانيه وتعاملها مع المانيا وشعبها، والحكومه العراقيه وتعاملها مع العراق وشعبه. لكن المانيا اكتشفت شغله واستثمرتها صح. وتعرفون احنا بالعراق لو يستثمروها صح همينا بها واردات الزبل. ألمانيا هسه تستثمر الزبل، تطلع منه سماد، وتطلع من عنده كهرباء، وتعيد تدوير اللي نعاد تدويره، وترجع تصنعه من جديد وتورده من جديد. الزبل المشمر بالعراق لو يستثمروه صح الحكومة العراقية هم بفلوس، هم بوارد، ووارده هم أنا يقدرون يستخدموه بغير مكان. طبعا اكو تصريح للنائب فائق الشيخ علي يقول هاي الموازنة هاي مو موازنة شعب محطم وبلد مدمر، هاي موازنة ما يطلبه المستمعون. طبعا هم المستمعون مو احنا، بالتأكيد مو احنا، مو الشعب، ما يطلبه المستمعون اللي هم الأحزاب. ابو العصايب يريد شي، وابو بدر يريد شي، وابو سائرون يريد شي، وابو القانون يريد شي، وابو تحالف النصر يريد شيء، وكلهم ياخذون اللي يردوا وما يفكرون اكو ناس وراهم تريد، اكو ناس تحتاج، اكو شعب لازم يساعدوه. ما يفكرون انه هذا العراق لازم ينبني، لازم يحافظون عليه. هذا العراق عنده تاريخ. دول اللي جوي مو بس دمروا تاريخه، دمروا للبلد كله. يعني قرأت في مرة من المرات إنه كل سنة حرب ترجع البلد 20 سنة لورا. والله أريد أفكر، يعني أريد أخلي الشعب العراقي يفكر بيها. أحسبوا إحنا كم سنة حرب ضربوها في 20، عرفوا إحنا شقد رجعنا لورا. يعني رادلنا
قول 200 سنة دنواكب الناس بالألفين وثمنتعش، مو دنواكب الناس لوين راح يوصلون بعد 200 سنة. هاي الكارثة اللي احنا دنوقع بها. بالنسبة لواتسابات، عندي واتساب يقول من السعودية نواف العتيبي: أتمنى من المعارضة العراقية والشعب العراقي الاقتداء بما جرى في فنزويلا لعمل تغيير جذري في العراق. من العراق يقول: حياك الله أخ أفل المحترم، وحيا الله قناتكم الوطنية وكادرها المحترم. أخوي العزيز، العراق انتهى بيد هؤلاء السراق والميليشيات الموالية لإيران، هم من يسيطرون على البلد ومقدراته وثرواته، وتقاسم هذه الثروات فيما بينهم وفائدة بلدهم الأم إيران بتهريب الأموال عن طريق ميليشياتهم القذرة. والرسالة تطول. شخص آخر من العراق ديدوق علي مسكولات ويقول لي: ممكن الرد؟ أخوي العزيز، عندي هذا البرنامج أنا فقط للرسائل، ما أقدر أجاوبك عليه. أرقام الاتصالات موجودة أسفل الشاشة، تقدر تتصل عليها. أما إذا تريد توصل رسالتك، اكتب لنا الرسالة اللي تريد تقولها وإن شاء الله إحنا نقرأ لك إياها. أخ ثاني يقول: أستاذ، أنت سامع بحياتك سارق وقاتل يصير مسؤول؟ هاي بس بالعراق، وأفلام الكرتون إيش قد رخيص بعد 2003. يا عراق يا شعب، منين نجيب ناموس للما يخجل؟ خصم الكلام اللي دي يحكم بالعراق هو المذهب وليس القانون، وإلا أكو دولة محترمة تحترم نفسها بهل كل فرع عصابة وعلم، غير أكو جيش وعلم واحد يمثل الدولة. هاي مو دولة، هاي طولة. شخص آخر يقول: السلام عليكم، تحية لكل كادر قناة الرافدين الأبطال والمتابعين المحترمين. يقول: منذ 2003 وإلى الآن والعراق من سيء إلى أسوأ، ونحن الآن في عام 2019 والعراق أصبح بلد محطم مدمر فقير، يعد من أسوأ بلدان العالم للعيش حسب تقارير إحصائيات منظمات عالمية، ولا ننسى دور رجال الدين المعممين في هذا الأمر والذي يمر به البلد. كل يفكر بمصالح الاقتصادية للبلد، والمصالح الاقتصادية للبلد متوقفة. والرسالة الطول أيضا: السلام عليكم، هل تعلم أن المليارات التي تهدر على قانون رفحاء المشؤوم والحمايات والأحزاب الفاسدة والميليشيات التابعة للأحزاب؟ لذلك نطالب مجلس قضاء الأعلى بوضع حد لهدر المليارات بدون أي مبرر. عندما تكون الأموال والموارد والأسلحة بيد الأراذل والسفلة والقتلة من المرتزقة والعملاء، فلن يزيدهم إلا طغيانا وكفرا، ولن تقوم قائمة لهذه الأمة إلا بما قامت به سابقا، وذلك بقتال هؤلاء العصابات الإجرامية وقطع أيادي أسيادهم من الشواذ واللقطاء وأولاد الحرام. رسالة من أبو قاسم من فلسطين. من الإمارات يقول: أخي أفل، العجز والخلل هو الذي جعل الحكومات المتعاقبة تعجز عن توفير الحقوق للشعب من خلال سرقات الموازنات الانفجارية، بل قامت عكس ذلك بالسرقات من أموال إعادة الإعمار. يجب أن تكون هناك حكومة وطنية تساعد الشعب بأموال مخصصة لإعادة إعمار البلد ومدنه المدمرة. أين هي تلك الحقوق؟ وأيضا الرسالة تطول. أبو حسام النعيمي من بغداد يقول: تحية لحضرتك ولكل كادر قناة الرافدين. البلد الذي يقوده الجهل والفاسدين والفاسقين والعمامة الفاسدة مصيره القمامة. الشعب الذي يريد أن يعيش بعز عليه أن يثور على هذه الطغمة الفاسدة المجرمة التي تسلطت على رقاب الشعب العراقي. علي البرزنجي يدز الرسالة يقول: أستاذ الكريم، آخر أخبار تكنولوجيا إعادة تدوير للأوساخ. ألمانيا الآن تنتج ديزل من الأوساخ، الأموال تذهب رواتب إلى الأحزاب والميليشيات. الآن الأمريكان قدموا إلى العراق مرة أخرى، أو قدموا إلى العراق مرة أخرى عفوا، لطرد الأحزاب والميليشيات، فلا تكرروا الخطأ مرة أخرى وتقاوموهم، وقفوا معهم، فالتجربة أثبتت أنهم أهل الكتاب أحن من الفارس المجوسي الذي يعبد النار. أستاذ علي، يعني والله ودعتك، لا الأمريكي حن عليك ولا الفارسي حن عليك. الأمريكي إجا بالبداية ودمرك. شوف، أكو مذكرات لأحد القادة العسكريين الأمريكان، ما يحضرني اسمه، يقول: اضطرنا من الولايات المتحدة الأمريكية لقصف العراق، ونحن نعلم أنه بلد جهل لا يمتلك أي مؤسسة ولا يمتلك أي نظام، ولا توجد دولة هناك. بعد تدمير النظام العراقي وبعد احتلال العراق، اكتشفنا أن العراق كان بلد مؤسسات وكان بلد متكاملا، ونحن الذي دمرناه. هاي كلمة أمريكي. فالأمريكي اللي إجا دمرك بالبداية ما راح يجي يبنيك هسه. شوف، الأمريكان هسه إذا جوي، الأمريكان جوي على مصالح، لأنه إيران قبل فترة قالت: إحنا جبنا 3 أهداف مقابل 0 على الولايات المتحدة الأمريكية بالعراق. قزون
محمد الحلبوسي رئيس البرلمان، عادة عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء، برهم صالح رئيس الجمهورية. يقصدون دول الثلاثة أنه دول الثلاثة موالين الإيران، ما بهم واحد موالي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فأمريكا إذا رجعت هسه ما رجعت لسواد عيون الشعب العراقي، رجعت لمصالحها، لأنه احتمال مصالحها تنضرب إذا دول الثلاثة بقوا أو إذا إيران بقت أو ما رأوا ما رأوا. لكن يا سيدي، العراق لا يبنى إلا بأياد عراقية. ثورة 20 لا أمريكا ساعدت بها العراقيين، ولا بريطانيا ولا إيران ولا فرنسا ولا أي دولة. ثورة 20 اللي قام بها عراقيين، ثورة 20 اللي قادها عراقيين، ثورة 20 الناس طفح الكيل عدها، طلعت بالمقوار وبالمسحة وبالكلونك وبالعودة وبكل شيء، ووقفت قدام المدفع البريطاني وقدام الدبابة البريطانية وقدام الرشاشة البريطانية وطردوا الاحتلال. لما تشوف أي ثورة بالعالم، الثورة إذا الثورة تنجح لما تكون ثورة وطنية، ثورة من داخل البلد. لكن الثورة لما تكون بمساعدة خارجية، هاي مو ثورة، هذا احتلال بس من نوع آخر. أبو عمر من السليمانية، حياك الله. الله يحييك استاذ، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نحن نتحدث عن الميزانية. طبعا إذا مسألة الميزانية والحديث عنها أو من يتوقع أنه راح يشوفون على خير، فهذا الشخص مصاب، إما مصاب بجنون، نوع من الجنون، أو أجلكم الله الغباء اللي يتوقع أنه راح يحصل شيء من وراء الميزانية هذه. هذه الميزانية مسروقة من الآن، هي في علم الغياب، الله أعلم هي وين. هذه الميزانية دي تتخصص شهريا حسب الشهر وبيع النفط، ما عندك أنت غير النفط، وعندك واردات الجمارك، وعندك الواردات الجباية بالداخل المحافظات، شو الجبايات اللي تحصلها والجمارك، وإن شاء الله تعالى هاي كلها تتودع أو تتقسم، والسرقات تشوفها بعينك شو اللي يسرقون. احنا قبل كم يوم طلع عندنا استمعنا خبر ان الميليشيات الشيعية، هذه العصابات بدأت تسحب اموالها من البنوك. يعني مين عندها اموال بالبنوك؟ يعني نعرف هذا المال اللي يجي من راتب الميليشياوي، يروحون ينطوه اياه ويسكتون هم ياخذون اموالهم. يعني هذه المليارات فوق الطبيعي، طبعا فوق الطبيعي، يعني اقول لك فلسوها للبنوك، تفلس فلسوها قاعدوها على الحديدة بعد ما بيها فلوس يمكن. زين، من جابوها الاموال هذا؟ أحد يسأل عن أسرار، أحد يقول لأنه ليش سحبوه؟ لأنه يعرفون أيامهم قريبة، حلف يمين عليهم دونالد ترامب، حلف يمين عليهم ما يقضي وقلب قلب للشهر الثالث، ذولا ما يبقون، ذولا ما يبقون بالعراق أو تبقى الميليشيات، ترى ما تلومون إلا نفسكم، فما عندهم غير يلملمون أوراقهم. تهريب هذه الأموال أو نصفها تهريبها إلى خارج العراق وإيران، والنصف الآخر يبقوها بالمدن بين المناطق اللي هم مسيطرين عليها، عندهم بها قوة شعبية مسيطرين عليها، لأنه إذا علقت بما بينهم زين فيوزعون بالأموال، ينطون لهذا ذاك في سبيل أن يشيل السلاح ويقاتل، لا أكثر ولا أقل، يسأل الله أكثر شيء ما عندهم. ثانيا هم أجبر من أن يواجهون الأمريكي، يواجهون الأمريكي مستحيل، ما يقدر يواجهوا السلاح، بس يشعلوها بين هاي المعسكر الشيعي الموالي لأمريكا وما بين المعسكر الشيعي الموالي لإيران، لا أكثر ولا أقل، تفخيخات، تفجيرات، أوهام، زراعة أوهام. أما بالنسبة للموازنة، من يتوقع أنه راح تجي وراح يبدأ الأعمار وراح يبدأ الاستقرار وراح يبدأ غير شيء، فهذا ضرب من الخيال، هذا كله كذب بكذب. أنت 15 سنة هو حاسس جاسينا فرصة وقعت فيديو مستاذ، يعني مغارة علي بابا وفتحت، افتح يا حيدر العبادي، وافتح يا نوري، وافتح يا ابراهيم الجعفري، وافتح اخر شيء سعاد عبد المهدي، افتح يا المهدي، وفتحت المغارة وكلها تاخذ وتسرق وتنهب اموال. زين استاذ، فاحنا ما نتوقع انه يجي بنيله، لا، الاموال تروح الى ايران من خلال اموال القبور والاضرحه، تروح تنبني. انا ذاكرها 100 مره يمكن قبل 3 سنوات 4 سنوات انه تروح الى ايران تنبني هناك جامعات اهليه، مستشفيات اهليه، متنزهات، مدن العاب، مولات، ما مولات تنبني بايران. يعني
وهو المسؤول احنا، لانه هو اللي جاي يدفع هاي الاموال. نعم ابو عمر من السليمانية، شكرا جزيلا لك. عندنا من لندن ابو عبد الله، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أخي أفل، يا الله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نعم. وفي آية أخرى، في آية أخرى يقول أن يتحدث عن التقليد الأعمى. الله يعني في آيات قرآنية كثير الله يذكر فاعلم، يعني يدعو فاعلم أنه لا إله إلا الله. يعني باب، هناك علماءنا قالوا باب العلم قبل القول والعمل. ففي ناس أيضا الله ذكر قال إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمهتدون. قال في آخر الآية قال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا أو يهتدون. فالمصيبة هو التقليد الأعمى. فالوضع العراقي، الساحة العراقية، يعني هذا التقليد الأعمى للآباء. هناك عمل القبور، وإمام الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إمام علي إلى اليمن قال يا علي ما تأتي خبرا مشرفا إلا وسويته، فنهى عن بناء القبور. فيأتي المساكين، يعني المرجعيات ضحكوا عليهم، والمرجع ولا أحد لا يسمع صوته ولا يشوفه، تقليد أعمى للمراجع. المرجع يعني هل يعني فالناس يأتي أخي فيرموا هذه الأموال في القبور، فيجمعها المراجع ووكلاء المراجع وينقلوها الصهاينه الى ايران، الى ايران. فهذه مصيبه وكارثه. فلذلك العراق اذا لم اهل العراق يجب ان ينتبهوا الى نقطه مهمه، وهو انه التقليد الاعمى هذا لا يجوز. فلذلك المتتبع الاحداث السياسيه للواقع في العراق، ما نراه العراق اذا لم ينتبهوا الى، لم يرجعوا الى الى المصدر الاسلامي الصحيح، مصدر ما قال الله وقال الرسول، فصدقني راح يصير مثل الهنود الحمر. الامريكان عندما ذهبوا عندما يعني قضوا يعني راح ينتهون يعني مثل ما قال اخوكم عبد الله الان. شوف يعني العراق يعني كارثه يا اخي. نعم. والناس يقتل بعضها البعض، والمحتل جابت لنا بهذه الميليشيات، فكارثه. فالناس يجب يعني توحيد الصفوف واتباع صحيح للدين، فممكن يصل العراق الى بر الامان. وكما قلت مثل في بدايه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. صحيح صحيح. ابو عبد الله من لندن، شكرا جزيلا لك. قبل ختام مشاهدينا الكرام، العراق بهوايه خيرات ومليان خيرات. صدقوني لو نفكر به صح، ولو نفكر نغير الامور صح، ولو نفكر شلون نصعد ناس يشتغلون لاجل البلد وشعب العراق قبل كل شيء، قبل مصلحته الشخصيه وقبل كل شيء، راح نكون احنا اغنى بلد بالعالم، واغنى وارد، واغنى دخل اجتماعي، واغنى دخل فردي. راح نكون احنا في مقدمه الدول بالعالم كلها، وراح يصير العالم كله يباوع علينا. امريكا من جدتي وخلت ايران تدخل والكيان الصهيوني يدخل، لانه خايفين من هذا الشيء، خايفين تجيكم حكومه وطنيه تبني البلد صح وتخليكم انتم في مقدمات العالم، ويفكروا لكم ويحسبوا لكم الف حساب قبل لا يفكرون شلون يدخلوكم من اي مدخل. فيجب علينا ان نفكر صح. وثوره العشرين اللي صارت بايادي عراقيه، التغيير بالعراق لازم يصير بايادي عراقيه. الى اللقاء.